قولي قولي قول هالحزن السلام عليكم خاوتنا واخواتنا وين ما كنتوا. هذا الحاج احمد والربعي يحييكم الشروق ويرحبوا بكم في حصتكم الحاج احمد يقول. مشاهدينا الكرام بونجور عليكم ومساء الخير عليكم، انتم اللي راكم هنا في الجزائر وفي الاترونجي نقول لكم بونجور وتحيه خاصه لسكان ولايه الشلف بكل حدودها من الحدود للحدود اللي رحبوا بنا وضيفونا وقالوا لنا حكوا علينا وهضروا علينا، ولا كيف يا الحاج؟ صحيح الحاج، تحياتنا كاع الناس شلف وشلف. هذه يا الحاج كيما كاين الناس اللي ما زارتهاش وما تعرفهاش، كان يقول لك شلف غير تاع سخانه. لا لا، شلف بلاد خير. اي ولكن مالها محرومين من كلش. تخيل يا الحاج وخاوتنا اللي راهم يسمعوا ويشوفوا فينا. ايه الطروطوار اللي يمشوا عليه. صح. مو دايرين لهم الكارلاج، شنو دايرين لهم الحاج؟ واش دايرين لهم؟ دايرين لهم القدره والحاج. القدره خاص كل واحد يدير له باتريكول وخلاص. با. هذه هي المشاكل، كان مشاكل كبيره في جلف والمواطنين قال لك حضروا لنا عليها. يجي ستومو هذ الناس الطيبين الزينين اللي تلاقيناهم وهضروا معنا وشفناهم كيف كانوا متحمسين يحبوا ولايتهم ويحبوا كاع الجزائر. قالوا لنا هضروا لنا على المسائل اللي راهم خاربينها وزيدوا هضروا لنا على المير واش داروا فينا واش راه صاري فينا. هي في الحقيقة هذا البزائل كي بغاو يسقموا شلف يسقموها زعما شداروا الحاج. شداروا قلعوا الحمامة اللي كانت فم وداروا البراهج مغطي خوه بجناح وش يقول له؟ يقول له كور وانا نغطيك. الحاج احمد يقول زيد الحاج الحاجة اللي معروفين بها البلدان هي الثقافة تاعهم. سواسوا احنا شلف خاوتنا المديرية والحمد لله كاينة. الدار والحمد لله كاينه. صح. ايه بصح الثقافه ربي يجيب. ايه ليه الحاج؟ ليه لانهم ما كان برنامج ما كان نشاط، ما همشي للفنانين، ما همشي للجمعيات النشيطه الصحيحه. الفرق الفنيه كاع ما كاش كاع اللي يعيط لهم. ما يقيموا فنان، ما يعيطوا الفنان، ما يديروا والو، داخلين غير قاعد يسمى هذا المدير هذا قاعد يسمى قاعد في بيرو مسكر على روحه. وهذه جاب لي ربي الحاج ديروا عليها حصص بيسيال. زيد الحاج من غير الثقافة جلف شا كاين فيها في الإدارات تلقى ثلاثة صوالح. صح. الحاجة الأولى على حسب ما قال المواطنين الرشوة. الحاجة الزوجة البيروقراطية. يا أخويا يا أخويا. والحاجة الثالثة ابني عمي اللي ما عندوش الكتاف يا أخويا يقعد هكذاك. يسمى كاين البيسطاوات. هذا هو الواقع. با با با. هذا هو الواقع يا الحاج. يا سيدي وما كاش كيما نقولوا احنا اللي يهضر عليهم ولا اللي يراقبهم واللي يتبعهم ويسوي في فيهم ولا كيفاه؟ يا خويا كاين ناس تتبع وكاين شات تسوي في وشات تخلي الحاج. كيفاه؟ شات تسوي في وشات تخلي. صح. ايوا ومن غير هذا الشيء. ايه؟ من غير هذا الشيء كاين عندنا صوالح ملاح. كاين عندنا صوالح ملاح. صح. احنا صوالح الملاح عندنا في شلف هي الحفير. الحفير لا اله الا محمد رسول الله. الحفير شوف الى ما لقيتش طريق محفره تلقى اللي يحفروا. صح. ولا ما وصلتش بلاصه يحفروا فيها ايه اصلا يحفروا لك. الحاج احمد يقولون. يا الحاج احمد كي كاين كاع هذه المشاكل اللي راهم يعانيوا منها الناس تاع شلف والرغم المنتخبين هذو. يسلم ذاك الفوم رانا وصلنا ليها. شوف يا ربي خي الى هدرنا على المنتخبين مثلا على المير ايه شلف فيها 35 مير بمعنى 35 بلديه. صح. هذا ال 35 اقلع منهم واحد الربعه ولا خمسه اللي يصلحوا والاخرين تعجنهم كومبلي كيما جاوا كاع والله ما يخرجوا لك مير مسقم بما فيهم المير تاع بلديه شلف
ما وقابل فيها والو والعج والو 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 وكسل البلدية الأمة هي صح صحيح هاو وراك جيت وشت الحالة كي دايرة يعني شت بعيني هي والمشكلة يا الحاج كل ما تحوس عليه يقول لك راه في اجتماع صح وكي الوالي الوالي تحوس عليه تلقاه والمير تعجل ما تلقاهش صح وكي هذا المير هذا ما تلقاهش ورام غايبين وهذوك تاع لابيوي هذوك مجلس الشعب الولائي لابيوي لابيوي يا خيي موندا كاملة ما شفناهم صح موندا كاملة الحاجة الأولى يعرفوا غير البيروات والكليماتيزور والحاجة الثالثة اللي يعرفوها القوالب بيناتهم القوالب كبار بيناتهم والحاجة المخيرة اللي تعجبك فيهم أنهم كل ما يسمعوا بانتخاب يهدوا يجروا صارت الانتخابات تاع الصين قاعد ترشحوا صارت تاع البرلمان قاعد ترشحوا هذه نقول لك لو كان صابوا كيف يترشحوا للمنصب تاع راوراو لو كانوا مترشحوا له الحاج احمد يقولون يا الحاج احمد اخي وهذا الناس الزوا والمساك اللي راهي تهدر اللي يهدر عليهم وانتخبوا عليهم هذو تاع البرلمان النواب وراهم النواب قول لي ديبيتيه ديبيتي ايوا النواب تاع شلف في الحقيقه قال ليل وخاطيهم ومساكي امري قليل هما يروحوا للجزائر من العام الاول ما يرجعوش غير كملوا العام الخامس الحق تعرف بي والبرلمان مساكين يدخلوه من 8 تاع الصباح حتى للخمسة تاع العشيه مجتهدين ومنضبطين ومجمعين يديهم مكاس اللي يهدر حاسبين في البرلمان كي تهدر يخرجوهم ويقول لهم ما تدخلش غير جبت ولي امرك وعلى هذا اللي يقعدوا ما يهدروش كاع على شلف يسمى خمس سنين وهما ساكتين ما هدروش لا الحق تعرف بي كاين واحد فيهم ولا زوج هدروا إيه؟ ولكن الاخرين قاعدوا ساكتين خمس سنين اني نقول لك يخافوا يقول لك يخرجونا ويزعف عليهم بويهم هاو تقول لي رجعوا للبرلمان يرحم بابك صح حاسبين كي تهضر فوضى هما لا ما يهضروش مساكين ولا ما يهضروا كاع خاطيهم النواب تاع شلف ولا ما يهضروا عليها ليا ويقولوا ديروا الفوضى ولا سبحان الله ولا لا هضروك الله يرحم بابك خمس سنين ما هضروش صح من كثرة اللي ما هضروش فيها الحاج زعما ربي بلاهم فهم متبلعوا تبلعوا دارت لهم واحد الاخوك تخيطوا اخويا ايوا حتى كملت هذا الموندا هذه ورجعوا لشلف ايه راحوا للطبيب صح دار لهم باراسيون حلهم فمهم والحمد لله ربي يعفي عليهم راهم يحضروا دروك إيه؟ راهم يحضروا وترشحوا راهم تدوا ليست فات وراهم يحضروا ويديروا في الحمله ايه راهم يحضروا الحاج يا اخويا وترشحوا قدام الساب وما يحسبوا ما والو عادي يعطيك حلوا لهم فمهم ترشحوا راهم يديروا في الحمله وعلى هذا اللي الساب تسيبو يغلي وقت استقالوا لنا شفت أيوة. معمرين وما يقول لك زعما راهم غير يهضروا ويزيدوا علينا انتبعوا استقالوا المواطنين تاع شلف هضروا وليدات شلف هضروا الحاج احمد يقولون السلام عليكم رانا في ولايه شلف وبغينا نعرفوا الراي تاع خاوتنا شلافه في المنتخبين تاعهم المنتخبين اون جينيرال هاك الربعي واش رايك في المنتخبين اللي ترشحوا للبرلمان خويا ما كان والو احنا ما درنا والو في البلاد ما درنا والو يسمى ما كانش اللي عجبك والو ما كانش اللي عجبني ومي عجبك حتى ما عجبني فيهم اذا احنا شفنا المترشحين ايوه شفنا المترشحين وكما قال لك الاختيار يعود للمواطن ايوه الانسان مختار الانسان الافضل المترشحين هذول ما عنديش عليهم حتى علاقه مو كاين ان شاء الله يا رب ان شاء الله اللي فيه الخير يجيبوا ان شاء الله يا رب انا ماذا بين الراجل المناسب للمكان المناسب هذو اللي راهم راح يرشحوا روحهم ما عندك ما تقارع منهم والو هلا باسكو داروا عهدات فاشله ويزيد يعاود يرشح روحه ما يحشموش يعني كاين الناس راهم مترشحوا كانوا في البرلمان وعاودوا يرشحوا روحتهم ما يحشموش كيما احنا في الاف الان كان مجلس الشعب الولائي ما دار والو ما بانش كاف الساحه بين عشيه وضحايا صباح اليوم داير بالمجلس الشعب الوطني ما كاش منها ما كان والو ما يمدونا والو راهم يوعدوا في الناس نهار التالي ما يمدونا والو ما كان والو كاع ما راناش راضيين عليهم ما راح نديروا حتى الحاله للبلاد كي سون كونفيونس لازم كي انسان تكون داير فيه الامان وداير فيه كونفيونس باش تفوت على ذاك الانسان ويلا ماكش داير فيه كونفيونس على ذاك الانسان راه ربي يحاسبك عليها باسكو هذا الانسان راك ديتو راح يخرب ثاني وقفنا مع الموندا اللي فات مثلوا روحهم وزيدوا لهم هذه الزوجه مثلوا روحهم وثلاثين مثلونا ان شاء الله كان حتى فايده يجي لو يجي كما الاولين ويروح كما تفوت خمس سنين تاعو تروح تمر مره السلام تراك ساكت فاصله ولا علامه استفهام ما فهمتش راك معول تفوتي ولا لا تفوتي ولا ما تفوتيش لا وكيفاه ضعروهم كيفاه ضعروهم
بمعنى يعني ها والله ظهروا ما هو الربيع خويا شو هذا هذا ماهوش خدام مسكين شو شو الله يبارك شو انا بالك تاجر وهذا بالك تاجر انا فوت الى بصح هذا مسكينك شو جان الله يبارك ليك مال عمر هاي تاكلوا الحوت في البحر والله العظيم الشروق انا فوت على الشروق انا فوت على الشروق قول الحاج احمد تاعنا انا فانا لعم احمد عمي احمد على بالك الحصه تاعو على بالك الحصه تاعو القار على 10 عينين الحاج احمد يقول راح عطى الله يرحمه جاء عمي هذه شهاده هذه شهاده نعتز بها صح حبيت نقول برك الانتخابات الجايه التشريعيه ان مدينه شلف عندكم الناس عندكم الناس راهم يمثلوكم رايحين يمثلوكم في البرلمان اوتوماتيكمون معليش لا عندهم مصالح شخصيه تاعهم شيخ المواطن ضايع في البلاد هذه خمس سنين من 5 سنين 5 سنين شوفوا هذا الوجه لك تشوفهم من 5 سنين 5 سنين كل 5 سنين يعاود يرجع 5 سنين يروح دقيقه يقول لك انا نضرب لك على مصالحكم وهو يزيد عليك في البرنامج يطلع يدو باي حار في الضو وتريسيتي وكلش كاع في الماء دراهم الانتخابات كون طاوهم للشعب كون الشعب دار حل لنفسه وحده هذا هو خساره الدراهم بطل يحلوا مشاريع يحلوا مشاريع للشباب اللي ضايع ماشي يدوم سرقه ويدوم مشاريع وحدهم هذو دراهم الفوت كون داروا الميزانيات اللي جان كون مخدموا هم يدوم هم ياكلون الحاج احمد يقولون يا الحاج احمد اخي هذاك القلاق لي هذاك تاع واش يقولوا له عمارة بن يونس ذاك والله الله راه محيرني راه مدوخني ما فهمت والو يا الحاج هذاك مصر تاع در الناول ماله ماله سار يحوس الحاج الله يرحمه ايه ايه ضربك دو موندا حزب عطاو له حزب بالبركه عليه ايه ابغى وزير خدم وزير وزادوا عطاو له حتى الامر طرون طروان حاجه واش راه باغي اكثر من هذا الشيء ياه تحسب انه الامر طرون طروان يطير اللي جاو سي با نيمبورت ياه ياه يهني يروحوا خلاص يا سبحان الله بصح على بالك باللي ملي بدات الحمله هذه هو يهضر قاع الخمر حاشا السامعين الحاج دبر راسه يهضر اش تبغى هو حر اخويا كل واحد يهضر على الحاجه اللي عجبته واخا ياه ولا لا سبحان الله يهضر عليه هو حر ديجا طلق لنا تشوفوا واش قالت لك الحاج احمد يقول 62 والخمور تباع في الجزائر نتحدى اي واحد نتحدى اي واحد في الجزائر مهما كان الموقع تاعو يقول اذا شاف سي عمارة بن يونس مضى على رخصه واحده تاع بيع الخمور في الجزائر كل الوزراء اللي كانوا قبلي واش من التيار السياسي اللي كانوا ينتميوا ليه لماذا هذا الوزراء ما حبسوش بيع الخمور في الجزائر الحاج احمد يقول هذا درك يرحم بابك واش راح يقولوا عليها الحاج شابه تقول عليها الحاج شابه خلوا الراجل يا سيدي خل هذه هي هدرته وهذا هو نمره وما يشبع على شيء شبع عليه شابه يا خويا ولك ما بغيت تقول اخويا قول انت يا صحيت الحاج احمد دا اعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في فقره تقول انت وكان نورمال نبداو البدايه تاعنا وكيف تكون البدايه صعبه نبداوها برباعيه تاع الربعي الذي فكر في الرباعية تاع الربع غير ربع وهي خدمة الحلفة وماكلة اللهفة ومعرفة الصدفة كوت فودغ مون برومي امور وكذلك معيشة الخطفة وكان نورمال مشاهدينا الكرام عدنا يامات من اللي احتفلنا بعيد العلم ومبروك علينا مبروك على الجزائر هي نورمال مول العلم العيد تاعو كل يوم المهم تحية كبيرة للأسرة التربوية بما فيهم المتعلمين واللي علموا كامل وخاصة أطفالنا الصغار تحية لكم ما المهم الموضوع تعليم هو شائك معمر بالشوك وأنتوري بالشوك لأنه موضوع يتعلق الأمر بالنظر للوضعية اللي رانا عايشين فيها والفساد اللي راه ملم في جميع يعني في وين نروحوا نلقوا الفساد ولكن المشكل راه في المفسدين والفاسدين واللي راهم يفسدوا احنا الموضوع تاعنا يتعلق الامر ماشي بالناس اللي قرات هذوك تصوفوا وبصحتهم ومبروك عليهم بصح حنا نروحوا لواحد الجانب سلبي اللي حنا نحطوا اليد على الجرح ماشي حنا دي بسيكولوج ولا دي سوسيولوج ولكن حنا من جانب اننا نحبوا بلادنا ويعني الشيء هذا يغيظنا هو المتعلم وهنا كان واحد الدرس حضرت له في جمعه من الجمعات وين الامام عجبني في واحد الدرس راح للب تاع الموضوع للعمق تاع الموضوع ما تكلمش على السيس افريل ولكن تكلم على المتعلم المتعلم احنا نحكي عليه من صغره يعني منذ الصيبة الحاجة الأولى يا خاوتي انها اللي يبدأ يبكي امو تروح تحطه لطيور الجنة انا مانيش ضد طيور الجنة ولكن علاش تروح تلوعه لطيور الجنة معناتها عنده حافز حاجة الزوجة هي الله لتمو ماترنال معناتها الرضاعة تاعه
كاين بعض الامهات اللي ما ولاو ما يرض الله غالب لظروف المعيشيه الاقتصاديه وسورتو ذكرنا في التقشف حدث ولا حر سورتو ما تاكلش السردين ما تاكلش حاجه فيتاميني اوتوماتيكمون ما يرضعش يعني حليب امه يولي هنايا عنده لونتيبيوتيك اونتيباتيك وما تكونش كاينه لا كومينيكاسيون لا كومينيكاسيون سنتيمونتال يتعلق الامر بالعلاقه بين الام وولدها ومن بعد وين يروح يروح لدار الحضانه معناتها ثاني اللي كي دايسن انا ماليش ضد دار الحضانه لانه دار الحضانه كذلك الروضه فيها برنامج بيداغوجي فيها لي نوغيس فيها لي ماتريس ولكن المشكل الشائك انه ثاني راه بعد على والديه ومن بعد يروح للمدرسه وكان نورمال المدرسه مشاكل كبيره يعني يعني هنا البروبليم اونتر لي زانفو ما بين الاستاذ اللي قريه ما بين المعلمه ولا المعلم اللي حاصل في لابيتي او في الكونجي في لاغريف ومن بعد وين يروح يروح للسيام وفي السيام على بالكم واش راه صاري اكثر من اللي راه صاري في اليونيفرسيتي روحوا ضربوا دار غير في السيام وشوفوا واش راه صاري ومن بعد وين يروح يروح للليسي ومن بعد يروح للجامعه كاين هذا الجانب السلبي واش كاين فيه كاين فيه الكوبياج وبرا في الشارع يزيد يتلقى يعني الانتقاد اللي قرا قرا بكري واش راكم تقراو باش تولوا نتوما تطلعوا للقمر نروحوا غير الحاجه دوك هذا الطفل هذا كيكون يقرا الحاجه الاولى اللي يسمعها مثلا في اسبانيا واحد عبقري يقولوا عليه جينيوس بالفرنسيه عبقري يقولوا ليه جيني وبحنا في الجزائر واش يقولوا عليه خمت في راسه هيا بيناتنا هذا كيفاش راح يولي يطلب العلم زيد نهار اللي يروح لليونيفرسيتي يروح بالكوبياج وربما يتخرج يولي يروح يدير كونكور تاع استاذ ولا كاش بوست ولا يروح بالكوبياج معناتها هذا ياكي يولي عنده بوست اوتوماتيكمون يولي يدير رشوه باسكو بكري ما طلعش بالقرايه قلع بالكوبياج ديجا ديمارافو نروحوا للوالدين الوالدين اسكو حنا دركا يعني الذراري ولا الاولاد ولا البنات اللي راهم عايشين في دارهم كل واحد حاكم شامبرا ويكونيكتي اسكو لي بارو الاب كي كان يدخل النهار الاول نهار اللي يدخل لدارو ويلايمهم كامل على الطابله قاع يدخلوا قبل المغرب يخزر فيهم كامل بالواحد ويشوف فيهم بالواحد كل واحد فيهم يعرفوا ولا صارين ورا مدارين ادروات ولا اغوش نورمال ولا ميسي نورمال بصح دركا 12 تاع الليل 2 تاع الليل 3 تاع الصباح مازالوا برا يكونيكتي ومانيش عارف واش راهو يدي ويعمر في راسه ماشي نورمال من غشنا فليس منا اطلبوا العلم من المهدي الى اللحدي يعني هذا اللي راهو يقرا ماشي اوتوماتيك مو تقرا باش تخدم تقرا باش تدي التحصيل العلمي باش تفيد روحك وتفيد المجتمع نتاعك بصح هذا اللي راه يغش واللي يطرى فيك اوتوماتيك مو كيما يقاس البوست هنا يروح ديريكتوم ليترونجي معناتها نقريوه باش يروح للخارج ولا قريناه هنا بالكوبياج ومتبنى على باطل فهو باطل ويولي يعني سلبي للمجتمع تاعو وهنا يا واش نقول لكم اعزائي المشاهدين ان شاء الله بربي الجماعه اللي قراو راهم فهموني واللي ما قراوش راهم فهموني وهنا نحكي لكم واحد البلاك تاع واحد في اللي كل المعلمه تاعو قالت له كونجي مو لو فيرب شونتي قالها يا ودي ما نعرفش نشونتي بصح الي انتيليجو كوبي لها سبي كيما يقولوا بسيكولوجيكمون قالها جو دندن تي دندن نو دندينو فو دنديني او نورمال لك يبقى على خير اعزائي المشاهدين ان شاء الله نتلاقاو في موضوع واحد اخر اي السلام عليكم راكم تشوفوا فيا اي باي باي اصدقائي يا وبالكم الكوبي جا الحاج احمد يا الحاج اخي شت صاحب الحمله كي القال اللي راهم دايرينوه شارم دير ايه شارم دير الحاج هرم يطبلوا ويرقصوا غير واحد هذا ما كان هذا ما بانت لي انا يسمى المندبه كبيره والميت فار ايوا كي تشوفهم يهضروا ايه من قبل ايه تقول الشعب هذا كاع راه معاهم صح والله لا صح صح وكي ولاو في الصح لقاو رواحهم وحدهم في الصالات يا الحاج انا الحاجه اللي خلعتني حمله من اللي بدات مازال ما شفتش حزب عمر صاله كل حزب الكبار كل حزب الصغار صح ما كاش يوم اللي خطر يحمل يعمر صالة قاع ايه 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 هذو كانوا يقولوا احنا واحنا صح هذه نصارتكم ولا لا صح ودرك كيف يعمروا الصالة درك عندهم ما يعمروا العاد الزعفه قالهم بابا الزعفه قالهم بلي ودي فيها الكذب وفيها الوعود الكاذبه فقالهم ليا لانهم الحاج في الهضره من الهضره يصور لك الجنه في عين الفلوس ومين تولي في الصح ما كان والو وعلى ذا اللي فقلبوا الشعب سي السما كي شغل احنا نقولوا ولا ثريما العادة هالقديمة القديمة وكل واحد يقول انا فولي طيب الحاج احمد طيبون الناس اللي قدموا لكم وجوه برك
والناس اللي يقدموا لكم قوائم وبرامج. الجون غير هما هما والهضره كي العسل في القرجومه طبلعيت سون كونتر وفصح جهنم ولا انتوما. نحن بحاجه الى نشاط الشباب وحنكة الكهول وحكمة الشيوخ. احنا اللي رانا محتاجين نريحوا منكم. قانون المالية 2016 و2017 جبنا شوية ترشيد النفقات، جبنا شوية زيادة في ليسونس والمازوت. انت فاهم وليت تقول درنا درنا، زدنا في ليسونس، زدنا في سيزد باغي دير روحك تحكمو، انت وين كنت يرحم باباك؟ وهني روحك، ادي روحها، ريحها. لا وتقر وتقر وتقول درنا قانون التقشف، اما لك راك تقر ليه لا تربحكم يا طماعين يا طماعين اللي تحوسوا تدوا 12 ما تدوهاش هذه المره. الاكتوبيه ياك راكم في الهوا سوا ولا كيف هي بالجد؟ الا ان نعبر عن اسفنا الشديد على ما آلت اليه اوضاع التربيه والتعليم في البلد. او كي داروا الاصلاحات وين كنت ولا هذا وين سمعت؟ الانتخابات أصبحت فرصة للزرد. زردي بزردي يا وزردتكم شعب إيه إيه يا سعيد إيه أما لك تكمل المغ قول الحمد لله. الحاج أحمد يا الحاج أحمد هذا الأحزاب هذو أيوة رام عايشين معنا ولا ماشي معنا يا أنت لك تقصي في المسخسيس نقول لك عليها باش نعرفوا الحاجه اللي تهمنا وحنا اللي نفوتوا عليها واللي ما هم شيء يهضروا عليها نعرفوا كيف راهم يهضروا بنبلونشوا معاهم. انت على تهمك ولا ما تهمكش ولا يهضروا اللي كل ما يهضروش انت علاش ودي علاه يا سيدي يهضروا على المعيشه تاعنا على المستوى تاع المعيشه تاعنا كيف نخرجوا من الازمه يهضروا تمثيل الحال على التقشف يهضروا على الشباب هذا اللي راهم واش يخدم يهضروا على الفكر البوليتيك احنا باش نعرفوا البرنامج تاعهم. وانت شتاش تقبض في هذا الصوالح كاع ربعك يهضروا كاع هما على كل حال ما يهضروش هما تعلموا غير الشطيح والرديح ولا هضروا حتى شي تقبض وزيد هذا الصوالح انت كي يهضرهم لك عليه هما تحك حسب يعرفوا الدواوير اللي انا فيهم هما الدواوير هذو يعرفوهم غير في الفوطه الحاج وراهم حاسبين ما خصنا والو راهم حاسبين موتا. الحاج احمد راك تشوف يا خويا الميت كيما طاقوا شي قناوا لي جون يعني الشباب عمروا الصالات بالشيوخ والذراري يا ودي هذو خصهم غير يجوا يدونا احنا ويعمروا بينا الصاله. اسمع شوف 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 الشيوخ مساكين شوف سكين. شوف يا صاحب الميت شوف شوف المترشح ولا الحزب اللي ما يقنعش الشبيبه راه مترشح ميت كيما احنا. شوف 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 تواتي شوف مازال يجري مورا الفوط يا محيناك. سمعت بيه كي دار قرف دفان سمعت بيه. ايه سمعت بيه اسمع جاء يومين وكي شاف روحه راح قريب يلحق لا يا حبس الاضراب. وقال لهم المحبين للتوعي قالوا لي حبس. امي ضحك وامي بكي يا اسمع تواتي يا مسكين اسمع شوف مانيش قادر نضحك تني الدودة على بالك الدليك الله معك معك احنا معذبيننا اليوم. اسمع شوف بن حمو شوف هادي بن حمو يحمي البندير وخلاص كيما عويدوك انا ملي كنت حي نعرفه بصح كي يبدا يهدر يا ما يسكتش ويبدا يسيب العرق شوف شوف العرق شوف عنده لافونس العراقه تاعو خاسره. اسمع خويا الميت بغيت نسقسيك على الواحد كي يكون يهضر يبدا يعرق ما على بالكش ما على باليش شوف انا راني حاسي كي كنت حي كي كنت حي هيا كان بوي كي ندير حاجه بالخفيف في قلبي بلي راني نكذب ويضربني واحد النهار يا خويا سقسيتو كيف راه يفيق لي بلي راني نكذب واش قال لي واش قال لك قال لي يفيق لك كي تكون تكذب لقي بس بدا تعرق. هيا بركونا مكذب كل واحد يقبض قبرو هذا ما يعرقش ها. اهلا بكم في اخبار الحاج احمد يقول بونجور. البطاطا والخضره غاليه
ولهبة تجيب الزوالي والقليل ما لحقش. وباش وزارة الفلاحة تحتوي مشكل الغلاء، صرح وزير الفلاحة بتصريح طمأن المواطن ودوخنا احنا دوخنا هابويها. ولا بد أن نشارك بقوة مهما كان اللون السياسي، مهما كان الحزب السياسي، كل واحد يروح ينتخب بقناعته السياسية وينتخب على الأشخاص وعلى الأحزاب. من اللي بدأت الحملة الانتخابية قابلوها بعض الناس بتقطاع تصاوير هكذا، تصويرة ما خلوهاش، ومرات وصلوا حتى لوين هبطوا كامل لي بانو دافيشاج. أنا عم سي سيريو، وقوى التقطاع في بلاد التقطاع. بالمثيلة سكان ولاد دراج قالوا بركونا من ذا التعواج، التنمية عندنا أداها العجاج، خصنا كل شي والكل شراني محتاج، خلونا نحسوا باللي احنا مواطنين حواج. هذا نداء سكان أولاد دراج. بصفتي وانتمائي إلى قطاع التربية، فأول مشكل يعاني منه أولاد دراج هو عدم وجود مدرسة ابتدائية من مدرسة الغزالي إلى مخرج المدينة. دائرة أولاد دراج مثلا عندنا الكهرباء، نروحوا للبرهوم في بلدية برهوم ونخلصوا في بلدية برهوم، دائرة تروح لبلدية برهوم ما فيها حواج رئيسية من هالمستشفى. أولاد دراج مش مغطي المعاضيد ولا تعديل قباله مسلام، ونزيدوا ثاني اضافه المسافرين عبر الطرق طريق الوطن 41. هذه المشكل المياه عنده من سمانه حتى 12 يوم على حساب الحي. العياده هنا بدائره ولاد دراج لا يستطيع ان يفي بخدمات جميع المواطنين. فيها على الاقل فيها 40 الف نسمه، ملعب جواري ما عدناش، ما عدناش ملعب بلدي، ما عدناش قاعة رياضية، ما عدناش مسبح كي باقي البلديات اللي هنا في مسيلة. تجار سوق الجملة بمدينة شلف المخ تاعهم تلف في هذا المارشي التالف. قال لك خصوا 16 مليار وهو ما زالوا في الزنق الغرغار، في الشتاء الغرسة وفي الصيف السخانة النار. صح. يا مير مدينة شلف جاوبنا وين انصرفت 16 مليار؟ قولوا لي يا سامعين 16 مليار وين يا قاعدة؟ قولوا لي يا سامعين 16 مليار وين يا المير؟ ريق روحك. شوف احنا هذا المارشي راك تشوف فيه فوضوي وقديم لحيا بدين، راه من 87 كيما هكا. احنا طلبنا من البلديه راهي تدي 4 ملاير و250 في العام، على الاقل تمد لنا 2 ملاير في العام للمارشي هذا. احنا هذا السوق رانا راه مسامحين فينا، راه محاقرينا، نجيبوا السلعه في الصيف نقيسوها، في الشتاء نقيسوها، في الصيف نروحوا في الصيف نحرقوا بالسخانه. كاش كاع ما كاش فيها مسؤولين، لا مير يجي هنايا، لا شاف دايره، لا والي، ما كان والو كاع هنايا. خصنا لهنا الامن، خصنا الماء، كاين بلايص كاين فيهم بلايص ما كاش فيهم لهنايا، لي روغار لهنا ما كاش. هاي يكون المرشي شويه على الاقل شويه مليح. الغبره الوساخه الحبوبه نجازها قاص ولا فيها. الوزير شوف الوزير تعطى 16 مليار شادروا هدروا التهيئه، و16 مليار هذه وراحت داروا صور من برا، داروا هذا الطابي وحاجه اخرى مكاش. نهايه اخبار اليوم، باي باي. اطيب المنى وجود افت قرنون. الحاج احمد المهم يا وجوه الخير يلي البعض فيكم صار فيهم التير، ان شاء الله نتلاقوا مع القصبه والبندير ونقول لكم ما كان لها تحير، ونقول لكم بونجور ونتلاقوا في ساعة خير. خوتنا واخواتنا شان نقول لكم الله يحفظكم ويحفظ بلادنا ان شاء الله، ونتلاقوا في عدد جديد، ونخلوكم مع هذه الغنية والخليف انتاع زويت زويت هكا الربعي. ايوا زويت 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 وفويت فويت فويت، تبعوه مليح وبارطاجوه قوي قوي، خلوا الغنية تدور تهلا برواحكم. الحاج احمد خام مسهد ليدي شيشو دوت وقدم الحاج احمد قول ومعه الربع يقول وكنر ملاه زويت 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 وفويت فويت فويت وتهنى على عفرين ودخلنا في حيط زويت 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 وفويت فويت فويت وتهنى على عفرين ودخلنا في حيط وهالربع واحد ايه الحاج احمد ايه قالوا لك يا مسكين فوضي ما تبقى
الناس حزين دنيا راهي في الحين لا تامن في بلاد الامان رشحوا لنا التجاره يستهلوا اصحاب السكاره قاعد يديروا الدواره يولوا في البرلمان زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط روحها روحها ولا كيفها تجلس بالمليار يبيعوها في مرش الوار لا تفوذ لا قرار يطبق في ذي الزمان قاع الناس تتسيس وتحلم نهار تتريس الخدام واللي فيس تبغاو يولوا شيفان زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط وهر العواه وهر حجم وكنر مراني الدبتية باوي ولو نواب في الحراك الحساب مذهب ناس من الاصوات المهم البرلمان شكرا اسمي تفوت امرو شما ولا كارو وبع صوتو اللي غرو كيف تنفهم روطار فويت زويت زويت وفويت فويت فويت وتنا على عفريت ودخلنا في حيط زويت 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 وفويت فويت فويت وتنا على عفريت ودخلنا في حيط حبابك صوتو على التقاسم مانيش نجمل يا ناس كاين اللي عندها في الراس عندهم ضمير واحساس كبار يبقاو كبار مانيش نجمل يا ناس كاين اللي عندها في الراس عندهم ضمير واحساس كبار يبقاو كبار زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط زويط 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 وفويط فويط فويط وتنا على عفريت ودخلنا في حيط نورمال لا